شكرا. إذا ليرنارد ايرون كوزميتيك نترفع واحد التحدي، هو ماشي سهل طبيعة الحال، ماشي سهل وغادي يسهل بفضلكم انتوما وبالمعاونة ديالكم انتوما وبالمجهود ديالكم انتوما. إذا ليرنارد ايرون كوزميتيك بغات ترفع واحد التحدي ديال ضمان الاستثمار أو ضمان داكشي اللي غتخلص مع ليرنارد ايرون من النهار الاول. هذا تحدي كبير وكبير بزاف، واللي غادي نرفعه ان شاء الله ابتداء من غدا، من غدا حيت كل شيء وجدناه، ابتداء من غدا ان شاء الله غنرفعوا هذا التحدي. يعني في الاستثمار، في الاستثمار اللي ما غاديش يبقى التسميه ديالو هو استثمار، اللي غادي تكون التسميه ديالو هو الشراء التضامني، غادي نمنحو قيمه منتوجات بثمن الفي اي بي. نعطيكم مثال، ابتداء من غدا اي واحد استثمر اي حاجه غادي يوصلوا عليها مقابل منتوجات. يعني غدير شراء ما غتستثمرش، غدير شراء ولكن في نفس الوقت غتربح 140% على داك الشراء اللي غادي دير. اذا الى انا مثلا استثمرت او لا خلصت كشراء تضامني 5000 درهم، غادي يجيوني على عبر مراحل، يمكن تكون ثلاثه المراحل، اربعه لي ليفريزون، ثلاثه لي ليفريزون او اربعه لي ليفريزون او خمسه لي ليفريزون على حسب المونطون اللي حطيت، غادي يوصلوني برا اجزاء منتوجات باش نكمل القيمه ديالي كامله. مثلا حطيت 5000 درهم، غادي يجوني 5000 درهم ديال المنتوجات بثمن العموم، ماشي بخي في اي بي، بخي بوبليك. الا فهمنا هذا نحط بي او ان في الشات، واخا ما فهمناش. دابا حاليا شنو كنديرو؟ كنستثمرو باش نربحو 140%. كاين مشكل ديال، ماشي كاين مشكل، ولكن بغينا نديرو شي حاجة أحسن. حنا هاد 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 الشهور اللي فاتوا كنا كنطورو في واحد العملية أحسن، واللي الحمد لله تحققات، هو أن هاد الاستثمارات نعطيو فيها مقابل منتوجات، بحيث أنني إلا حطيت 5000 درهم غناخد عليها منتوجات بقات 5000 درهم. يعني غندخل لافير وانا رابح من الاول، يعني رد فلوسي بالمنتجات اللي نقدر نبيعهم ونرد فلوسي، نرد ديك الفلوس اللي صرت، ولكن في نفس الوقت غنبقى نربح ربح يومي حتى نوصل ل 140%. الى متفقين طابيو ا، الى فهمنا هذه طابيو ا تري بيان. دونك هذه اشنو كتعني؟ كتعني ان الواحد الى استثمر شي حاجه او الى دار شي شراء غادي تضمن ليه الشركه الاستثمار ديالو بالمنتوجات، عطاتو المنتوجات بقيمه الاستثمار اللي يقدر يبيعهم ويرد الفلوس باش دخل. يعني الى رد 5000 درهم وغيربح 140%، يعني راه ولات 240%، ما بقاتش 140%. هذه من جهه، وهذه شنو كتعني باش نشرح لكم الابعاد ديالها. راه مزيانه، غادي تعاونكم في الخدمه، غادي تعاونكم انكم تقنعوا الناس، غادي تعاونكم انا تعاون الشركه في المصداقيه ديالها الى اخره الى اخره الى اخره. ولكن شنو 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 الابعاد ديالها؟ غادي يولي الربح اليومي ديك اللي اللي الشفره، يعني استثمارات كاملين اللي كيداروا مبيعات، غيتحولوا الى مبيعات. يعني هنا الاستثمار غادي يولي بحد ذاته